إذن نبدأ ملفات الحرة الليلة في ساعتها الأولى من أوكرانيا، حيث أكدت كييف أن موسكو خرقت الهدنة التي أعلنتها روسيا من جانب واحد، وتواصل القصف المدفعي على جانبي الجبهة في باخموت مركز المعارك في شرق أوكرانيا بعد هدنة أعلنتها موسكو أمس ورفضتها كييف، وشككت الولايات المتحدة وألمانيا في نياتها. فهل فقدت روسيا كل مصداقية فيما تعلنه من خطوات لخفض التصعيد بسبب سوابقها في الحرب الأوكرانية؟ وهل سيستمر تمسك كييف بالانسحاب التام للقوات الروسية قبل أي حديث عن وقف الإطلاق النار؟ وهل تحظى بدعم حلفائها في هذا الموقف؟ هكذا بدأ صباح كييف في أولى ساعة هدنة لا تزال موضع شك. العاصمة الأوكرانية تستعد لعيد الميلاد، بينما دوت أصوات الانفجارات منذ ساعات قليلة في مدن أخرى شرق البلاد قبل أن يدخل قرار وقف إطلاق النار الذي أعلنته روسيا من طرف واحد حيز التنفيذ. الرئيس الأمريكي قال إن فلاديمير بوتين في حاجة لالتقاط الأنفاس بعد ارتكاب العديد من الفظائع. أنا متردد في الرد على أي شيء يقوله بوتين، لقد وجدته مثيرا للاهتمام. لقد كان مستعدا لقصف المستشفيات ودور الحضانة والكنائس في 25 من ديسمبر وعشية العام الجديد. أعتقد أنه يحاول العثور على بعض الأكسجين. مدينة باخموت ظلت مسرحا للقصف، ما أجبر الكثير من سكانها المدنيين على الفرار. استمرار الأعمال العدائية رغم الهدنة التي أعلنها الجانب الروسي يغذي اعتقادا هنا وفي أرجاء أخرى من العالم أن الأمر ربما يكون إجراء تكتيكيا لإعادة تجميع الصفوف. أعتقد أن هناك شكوكا كبيرة هنا في الولايات المتحدة وحول العالم في الوقت الحالي بالنظر إلى سجل روسيا الطويل في الدعاية والمعلومات المضللة وهجماتها التي لا هوادة فيها ضد المدن والمدنيين الأوكرانيين. إعلان الهدنة يأتي بعد أيام من ضربة نفذها الجيش الأوكراني قتل فيها العشرات من العسكريين الروس في ماكيفكا شرق البلاد. وكانت تركيا قد دعت الطرفين إلى أن يعلن كل منهما وقف إطلاق النار من جانبه تمهيدا لمفاوضات السلام. الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن أمله في إقرار سلام بناء على الميثاق الأممي. أعتقد أننا ما زلنا بعيدين عن اللحظة التي يمكن فيها إجراء مفاوضات سلام جادة. في الوقت الحالي أعتقد أنه من المهم بذل كل ما في وسعنا لتقليل الأثر السلبي للحرب، لكن ما زلنا في وضع يمكننا فيه رؤية السلام في الأفق المباشر. نعتقد أن السلام سيأتي يوما على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. من جانبه رحب الرئيس الأوكراني بتعهدات الولايات المتحدة وألمانيا بتسليم بلاده مدرعات لسلاح المشاة من طرازي برادلي وماردر، وكذلك وحدتي باتريوت للدفاع الجوي في مسعى لدعم القدرات العسكرية للجيش الأوكراني الذي يحقق تقدما على الجبهتين الشرقية والجنوبية. وتباينت مواقف الشارع الروسي من إعلان الرئيس الروسي عن هدنة لوقف القتال في أوكرانيا من أجل الاحتفال بعيد الميلاد، وفيما رحب بها البعض واعتبرها بداية للحل، رأى آخرون أنها لن تغير شيئا في الصراع الدائر كونها مؤقتة. تحت ستار إتاحة الفرصة للمسيحيين للاحتفال بعيد الميلاد وفق التقويم الشرقي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن هدنة لوقف القتال في أوكرانيا شكك في جديتها المجتمع الدولي، واعتبرها مراقبون مراوغة روسية وجزءا من الحرب الإعلامية. القيادة الروسية قامت بالخطوة الإعلامية قبل كل شيء، بسبب أن هذه الهدنة متزامنة متسببة بوصول عيد الميلاد، هو من أهم الأعياد بالنسبة للمسيحيين الأرثوذكسيين في كل من روسيا وأوكرانيا، وبشكل عام تاريخيا كان هناك وقف لإطلاق النار في متزامن مع عيد الميلاد. كيف سارعت إلى رفض الهدنة التي ما أن دخلت حيز التنفيذ حتى اتهمت موسكو بخرقها. الشارع الروسي تباين موقفه بين مؤيد يرى فيها خطوة أولى نحو طريق السلام، وآخرون يرون الصراع السياسي والعسكري بين روسيا وأوكرانيا
أكبر من دعوات لهدنة مؤقتة في ظل غياب أفق قريب لإنهاء الصراع. أنا مع هذه الهدنة والقرار الروسي، لأنه حتى لو كانت ليوم واحد فهي سوف تقلل من سفك الدماء. لا أعتقد أن الهدنة سوف تصمد، لأنه لا يوجد أرضية لذلك، ومع ذلك أتمنى أن تستمر وتتوقف الحرب. أنا كمسيحية أرى أنه يوم مقدس ويجب أن لا تسيل الدماء فيه، وعلى الجميع اغتنام هذه الفرص، وليحل السلام على الجميع. الهدنة أثناء أعياد الميلاد تقليد روسي منذ أيام الحرب العالمية الثانية، تم تطبيقه أيضا في الصراع في سوريا وأرمينيا مؤخرا. هدنة يتمنى بعض المواطنين الروس أن ترتفع فيها أصوات أجراس الكنائس وأن تتوقف المدافع، بينما يقول الواقع أنه حتى الساعة ما زالت أصوات البنادق هي الأعلى. فراس مارديني، الحرة، موسكو. ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا من كييف أستاذ العلوم السياسية والقانون الدولي إيفان يواس، ومن موسكو الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية الروسية بافل فيلغنهاور. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك سيد يواس، لماذا لا تتعاطى كييف إجابة مع هذه الهدنة؟ أي وقف لإطلاق النار لن يؤسس لاحقا لفرص سلام متزايدة، ربما لحل هذه الأزمة؟ My greetings to the studio guests from Moscow and all other audience. So of course this proposition of ceasefire agreement لوقف إطلاق النار من طرف واحد because since the beginning of this war لا يمكن قبوله، لأنه منذ بداية الحرب عدة مرات قالت روسيا أصدرت أوامر بعدم إطلاق النار ضد بعض الأهداف، ولكن رغم ذلك حدث ذلك في ماريوبول وقتل جنود، والجنود الروس هاجموا المدينة بصواريخ سريعة. روسيا الآن لا يوجد جدية في هذا العرض الروسي. الحكومة الروسية تريد أن تقدم حجة لعدم تحقيق تقدم على الأرض، وبالتالي اقترحت هذه الهدنة لمن هم داخل روسيا الذين يطرحون الأسئلة على بوتين وعلى القوات العسكرية، لماذا لا يتم تحقيق نجاح كبير على الأرض؟ وهناك كثير من الأسئلة تطرح طيب لغياب هذا التقدم على الأرض. سيد فيلغنهاور، عن أي مصداقية يمكن لموسكو أن تتحدث بعد اليوم إذا كانت تعلن هدنة من جانب واحد ثم لا تلتزم بهذه الهدنة؟ لأنه حتى وفق المصادر الأوكرانية ووفق المصادر وبعض المصادر المستقلة، موسكو رغم الهدنة لم تتوقف عن قصف بعض المناطق خاصة في محيط باخموت. هناك قتال يدور حول باخموت، والهدنة من طرف واحد لن تصمد أبدا، لأن هذا ليس اتفاق لوقف إطلاق النار بل إعلان من طرف واحد. ومن جانب آخر هناك بعض القتال حول باخموت كما ذكرت، ولكن الوضع مستقر. وفيما يتعلق بهذا القتال، هناك إرادة. الروس اتهموا الأوكرانيين بإطلاق النار على بعض الأماكن، ولكن لم يحدث هذا على الإطلاق، لم يكن هناك خرق، ولكن هناك ربما
هدوء وليس وقف إطلاق النار، وهذا أفضل من لا شيء. ولكن هذا لا يحل المشاكل، هذه مجرد خطوة للعلاقات العامة. حل المشاكل والتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل يتطلب المزيد أو أكثر من مجرد إعلان من طرف واحد. سيد يواس، هل بإمكان مشروع هدنة مهما كان يعني من اقترحها، سواء كان بمبادرة من موسكو أو بمبادرة عن طريق طرف ثالث، هل بإمكانه أن ينجح مع صعوبة الشرط الأوكراني على الروس، وهو أنه قبل أن نوقف أي قتال يجب أن تنسحبوا من أراضينا، قبل أن نصل إلى أي أو نجلس إلى أي طاولة مفاوضات يجب أن تنسحبوا من أراضينا؟ ألا تصعب كييف الأمر على نفسها وعلى موسكو؟ هذه الشروط صعبة، لأن أوكرانيا قالت أن يمكننا أن نبدأ المفاوضات إذا تركت القوات الروسية الأماكن التي احتلتها. بالنسبة لأوكرانيا الأمر واضح، نريد كل الأراضي الأوكرانية. وستكون هناك مشكلة كبيرة تواجهها الحكومة في أوكرانيا إذا لم يحدث ذلك. يمكن أيضا الحديث عن التعويض من قبل روسيا لما قامت به منذ بداية العملية العسكرية. لأن الصواريخ الروسية دمرت الكثير من الأماكن في مدينتي وعلى بعد 500 متر من مكان وجودي. بالنسبة لي ولكل الأوكرانيين هذا اعتداء ولا بد من تعويضه، ويمكن أن تناقش أوكرانيا هذا الأمر مع روسيا. من جانب آخر روسيا غير مستعدة للتخلي عن أراضينا. ولا أظن أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق. طيب سيد فيلغنهاور، تعتقد العواصم الغربية، واشنطن والعواصم الغربية تعتقد بأن موسكو تخادع إعلامياً؟ كل الحديث عن هدنة هو مجرد محاولة ربح أو شراء وقت، هكذا وصفت. هل تسعى موسكو إلى شراء الوقت أبعد من هذه الهدنة؟ يعني ما أدواتها؟ ستنتهي عطلة أعياد الميلاد، تنتهي احتفالاتها من الليلة، ربما تنتهي في غضون يومين أو ثلاثة على أبعد تقدير في موسكو حتى العاشر. ماذا بعد ذلك؟ القيادة العسكرية والسياسية تريد وقف إطلاق النار بشكل دائم، ولكن بناء على الشروط الروسية. ربما الرغبة الآن هي تجميد الأمور على ما عليها وإجراء بعض التعديلات، لأن روسيا تحتاج إلى إعادة تنظيم قواتها. ووقف إطلاق النار كما تسميه الكرملين هو أمر مرغوب فيه، ولكن هذا معناه أنه لابد أن يكون هناك اتفاق. ومن المفهوم أن لا أحد في كييف سيوافق على هذا الأمر، ولكن ربما وقف إطلاق النار من طرف واحد هو أمر مرغوب فيه. ما الذي سيحدث فيما بعد؟ هذا أمر غير مفهوم أو غير معلوم. هناك برودة شديدة للجو في روسيا الآن، وأيضا هناك برودة شديدة في مناطق القتال، وهذا معناه
أن الطين سيتجمد وهناك إمكانية للجانبين أن يكون هناك تحركات في الأسابيع القديمة وربما يكون هناك زيادة في معدلات القتال في المستقبل القريب وهذا سيقرر ربما إمكانية وقف إطلاق النار لأن هذا يعتمد على نتيجة القتال القادم في الشتاء. سيدي واس، بالنسبة إلى طرف لا يعترف بهذه الهدنة ويعتقد أنها مجرد خدعة من قبل الروس ويشترط اشتراطات من أجل أي هدنة، فهل مستوى القتال يعبر عما كانت عليه الوتيرة الأوكرانية قبل هذه الهدنة؟ لأنه كأنه انحصر فقط في باخموت ولم يشمل مناطق أخرى كانت تشهد بين فينة وأخرى قتالا بين الأوكرانيين والروس. Ukraine have a big experience of not to believe to Russia since 2014 actually when pro-Russia forces. هناك قوات موالية لروسيا بدأت في إطلاق النار منذ 2014 ضد أوكرانيا. As for now, of course, really there is no belief too. So. Especially after all those practically 11 months of war, with a lot of damages. هناك كثير من الأضرار التي وقعت. We understand that as more Ukrainian territory ومع بقاء الأراضي الأوكرانية تحت سيطرة روسيا، سيكون هناك مزيد من المشاكل في أماكن مثل بوتشا وأماكن أخرى. القوات الروسية بقت فيها من فبراير إلى مارس ورأينا الكثير من الجرائم التي ارتكبت من قبل القوات الروسية ونحن نفهم أن كل الأراضي الأوكرانية تحت السيطرة الروسية في منطقة خرسون ومناطق أخرى وكل هذه الأراضي هي تحت سيطرة روسيا ولكن من الممكن أن الجرائم التي ارتكبت في تلك المناطق ربما ستجعل أوكرانيا غير قابلة لا تقبل أن تبدأ في الحديث مع وجود هذه الجرائم. أشكرك. وبالتالي لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن للدبلوماسية أن تنجح في الشهور القادمة. إيفان يواس من كييف وبافل فيلغنهاور من موسكو، شكرا جزيلا لكم. وينضم إلينا من فيرجينيا مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لينكولن بلومفيلد. مرحبا بك سيد بلومفيلد. يعني هل هنالك دعم غير الموقف المعبر عنه من قبل واشنطن والحلفاء لأوكرانيا في أن لا تقبل أو أن لا تعترف بهذه الهدنة المعلن عنها من طرف واحد من قبل موسكو؟ تحياتي لك وللمشاهدين وإلى ضيفيك السابقين. أعتقد أن الولايات المتحدة تصطف مع الرئيس زيلينسكي وموقفه في هذه الحرب. طبعا نحن نحترم كل الأديان بما في ذلك الأديان في روسيا، ولكن هذه كانت مبادرة من فلاديمير بوتين الذي هو يقف وراء العدوان والحرب ويستخدم الدين لأغراض عسكرية تكتيكية لتعزيز هذه الجريمة الكبرى التي تحققت. كان هناك مقتطف صوتي من حديث للأمين العام للأمم المتحدة الذي قال أن أي حل لابد أن يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي. الغزو الروسي غير قانوني ويشكل مخالفة للميثاق الأمم المتحدة. أوكرانيا دولة موقعة على ميثاق الأمم المتحدة وروسيا تحاول أن تدمر دولة ذات سيادة. هذا موقف خطر
بالنسبة للكنيسة الأرثوذكسية المسيحية في روسيا التي لا يجب أن تقف مع موقف يخالف كل القوانين الدولية والأديان. أيضا المقاتلين الذي أرسلهم بوتين إلى أوكرانيا هم من الأقليات في الشيشان أو من أكثر من 180 مجموعة عرقية، وربما هم لا يحتفلون بعيد الميلاد الأرثوذكسي. إذن هذا موقف. لكن قد يقول قائل سيد بونفيل، الأوكرانيون هم أحوج الناس إلى هذه الهدنة. نعم، الأوكرانيون هم أحوج الناس إلى هذه الهدنة، ليس على المستوى العسكري، دعنا نضع المستوى العسكري جانبا، لكن مدنيا السكان في هذه المناطق المشتعلة، السكان في المناطق التي لم يستطيعوا مغادرتها، كل هؤلاء بحاجة إلى هذه الهدنة، خاصة في هذه الأيام، أيام الأعياد والأيام التي تشتد فيها درجات البرودة. فهل يعني هنالك مستوى من التعاطي مع هذه الهدنة رغم التشكيك فيها؟ أتفق معك بشكل عملي أن الشعب الأوكراني عانى بشكل كبير. البنك الدولي يقدر أن الأضرار ربما أكثر من 350 مليار دولار، مع عدم ذكر الوفيات والإصابات وما حدث للمدارس التي دمرت والمستشفيات. بالطبع إذا كان هناك وقف لإنهاء هذا القتال يجلب الوقود لجلب الدفء والغذاء، هذا أمر جيد، ولكن نحن نعلم أن روسيا لا تزال تستمر في القتال، ورأينا في الإعلام وأشارات بأن بوتين أمر المئات الآلاف من الجنود من جنوب شرق آسيا وإيران وروسيا البيضاء أو بيلاروس. هو لا يريد إنهاء الحرب، سيكون هناك مزيد من المعاناة واللاجئين والتدمير في هذه الحرب. السؤال هو لماذا يجب أن أحد أن يعطي روسيا الفرصة لالتقاط الأنفاس؟ أعتقد أن الزخم هو الآن مع أوكرانيا. استمعت إلى صوت ضيفك من أوكرانيا، الشعب الأوكراني ملتزم باستعادة كل أراضيهم، هم يعلمون أنهم عانوا ولكن يدفعون هذا الثمن لإنقاذ حضارتهم وبلادهم وهويتهم التي يهددها بوتين. أعتقد أن الزخم هو مع أوكرانيا، لكن هذا الزخم وهم سيحصلون على صواريخ بيتريوت غير معزز بترسانة صاروخية هجومية. كل المساعدة التي يحصلون عليها، على ذكر المساعدة سيد بلومفيلد، هي مساعدة دفاعية وليست مساعدة هجومية، وهي وفق الأوكرانيين أنفسهم تحدد ما يستطيعون فعله، بحيث يمكن أن تحدث فرقا في الدفاع عن مناطق لكنها لن تحدث الكثير في استعادة أخرى. هل سيتغير ذلك في الأفق القريب؟ هذا سؤال صعب للغاية. الرئيس بايدن منذ البداية تعرض للانتقاد لأنه قال أنني لن أفعل ذلك ولن أفعل ذلك ولن نسمح لأسلحتنا أن تهاجم روسيا، فهو أعطى فلاديمير بوتين ربما بعض الميزة. الأوكرانيون لا يعجبهم ذلك، ولكن الرئيس بايدن يحاول أن يتفادى التصعيد الذي يمكن أن يؤدي إلى استخدام الأسلحة النووية. هو حذر، ولكن لو لاحظت منذ فبراير العام الماضي الأسلحة من الولايات المتحدة والناتو أصبحت أكثر قوة، والآن مع صواريخ الباتريوت والمدرعات الحاملة للجنود من فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، سترى المزيد من القدرات إلى جانب أوكرانيا. موضوع آخر، لو انخرطت بيلاروس في مساعدة بوتين للحرب ضد أوكرانيا، هذه ليست أراضي روسية، ولا يوجد سبب يمكن لواشنطن أن تحمي لوكاشينكو وبيلاروس لو اتخذوا قرار خطر أن انخرطوا في هذه الحرب، لأنه لا يوجد قيود إذا قامت بأوكرانيا بالتعامل مع بيلاروس إذا أصبحت طرف في هذه الحرب. بما في ذلك استعمال القوة ضد بيلاروس، ضد مينسك من قبل الحلفاء. لا أعلم
إذا كان الأمر سيصل إلى العاصمة مينسك، ولكن لو رأينا إلى قوات روسية تأتي إلى بيلاروس لمهاجمة شمال كييف ورأينا قوافل من القوات في بيلاروس، لا يوجد سبب يمنع أوكرانيا إذا كان هناك اعتداء ضدهم من بيلاروس. الخط الأحمر الخاص بالسيد بايدن لا ينطبق في هذه الحالة، سيكون هذا قرار غير حكيم من قبل حكومة ضعيفة تحت إمرة لوكاشينكو الذي هو شرعيته محل شك في المقام الأمن. سيكون هذا تحرك خاطئ من قبل بيلاروس التي يجب أن تقف بعيدا عن الحرب. أشكرك سيد لينكولن بلومفيلد، كنت معنا من فيرجينيا.